بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. بنشكركم يا جماعة على الدعم الهائل اللي بتدعموه للقناة. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو ده، الفيديو ده مهم جدا. هنشوف فيه بطاطس كده شكلها غريب شوية، ويعني نحاول ان احنا نفيد صاحب البطاطس اللي هو طلع الصور دي. تمام، متابعينا في كل مكان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو في اي متابع جديد اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه بالضغط على كلمه اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعني لو مهتم بالمحتوى وحابب تعرف الاسعار يوم بيوم وحابب تستفيد من الزراعه في مصر، وان شاء الله الفتره الجايه هنعمل فيديوهات جديده جدا ان شاء الله. يعني كيف تزرع النعناع في البيت بطرق مختلفه، كيف تزرع الطماطم في البيت بطرق مختلفة في البيت مش في الأرض، يعني هنستفيد كلنا إن شاء الله. نخش في الموضوع يا جماعة ونشوف أسعار الخيار اليوم من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه. هنعرض الأسعار جملة وتجزئة. الطماطم يا جماعة وزن العداية 20 كيلو من 80 جنيه إلى 160 جنيه أعلى حاجة. الشطة يا جماعة من 3 إلى 3.5. طبعا الخيار في التجزئة 3 كيلو ب10 جنيه. الطماطم يا جماعة في التجزئة من 8 إلى 10 جنيه. احنا قلنا الخيار 3 كيلو ب10، خيار البلدي مش الخيار الصوب. الخيار الصوب بيبقى رخيص عن البلدي. طبعا الحمد لله الأسعار زي ما انتوا شايفين ارتاحت شوية، لأن الصيف ابتدى والإنتاج ابتدى يزيد، والخيار البلدي والطماطم و إلى ذلك ابتدى يطلع بدون صوب ولا اي حاجة. تمام، هنشوف حاجة كده سريعا وبعد كده نعرض باقي الاسعار. البطاطس اللي انتم شايفينها دي قدامكم يا جماعة دي صاحبها مطلع صور وبيقول ايه سبب ان البطاطس طلع بالشكل ده. فيا جماعة طبعا في ناس قالت ده نتيجة رش جبريك على الاسبونتا، وفي اللي قال نتيجة رش هرمون، وفي اللي قال تأثير مبيد حشري. فلو حد يعرف يا جماعة ايه سبب ان البطاطس تطلع بالشكل ده ياريت يكتب لنا في تعليق اسفل الفيديو بحيث ان احنا نفيده، وان شاء الله احنا هنطلع فيديو مخصص عن البطاطس دي ان شاء الله، ونشوف اسباب ان البطاطس طلعت بالشكل ده، لان دي زرعة كاملة، وطبعا ده هيقلل من سعرها جدا جدا، وممكن ما تتباعش اساسا لان زي ما انتم شايفين المناظر عامله ازاي. نتابع بقى الاسعار يا جماعه. البتنجان الابيض من 1.5 جنيه الى 3 جنيه اعلى حاجه. البتنجان الرومي من 2 جنيه الى 3 جنيه. طبعا البتنجان الابيض من فتره لورا كان من 1 جنيه الى 2 جنيه. الباميه يا جماعه من 15 الى 20 جنيه في الجمله. طبعا في القطاعة هتلاقيها من 30 لـ35 جنيه. البطاطس الكارة يا جماعة في التجزئة 1.5 كيلو ب10 جنيه. الكوسة يا جماعة من 2 جنيه الى 2.5 في الجملة. البطاطس الكارة يا جماعة في الجملة من 3 إلى 3.5. طبعا الأسعار زي ما قلنا يا جماعة بتختلف من الجملة إلى القطاع اختلاف كبير، وطبعا بتختلف من مكان لآخر، لان التاجر طبعا لما بيشتري طبعا في مشال تمام للعمال، وفي مصاريف عربيات، وفي مصاريف ايجار محل، ومصاريف وقفته هو، فبيحسب ده كله يا جماعة تمام، وبالاضافة الى ذلك بيحسب مكسبه هو، فهتلاقي اضعاف اضعاف الفرق بين الجملة والتجزئة. وطب ازاي بتختلف من مكان لاخر؟ طبعا الاماكن الراقية، طبعا انت عندك مثلا الطماطم من 80 إلى 140 و160 جنيه العداية. الاماكن الراقية طبعا استحالة هو هياخد 80 جنيه، فهياخد اعلى حاجة اللي هي 160 و140 جنيه، فهيبيعها بسعر غالي في الاماكن الراقية. الاماكن الشعبية طبعا بياخد اقل حاجة او المتوسطة، وممكن تلاقي برضو النظيفة بس مش كتيرة زي اللي في المول والأماكن العالية، فبيبيع بسعر برضو يعتبر ان هو في المعقول شوية.
كده عرفنا الأسعار يا جماعة، وعرفنا إن الأسعار بتختلف من مكان لآخر ومن جودة الزرع حسب جودة الزرع، تمام. وشوفنا البطاطس اللي هي شكلها غريب شوية دي، وإن شاء الله منتظرين تعليقاتكم عن البطاطس، وياريت تكتبوا لنا تعليقات بالأسعار اللي بتشتروا بيها يوميا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديوهات هنا في شاشة النهاية ممكن تضغط عليها تشاهدها.